نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محبت سد بڑے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل نسیم جانب بطحا گزر کن زحوالم محمد را خبر کن بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه. مجھے کچھ ملے یا نہ ملے محمد ملے، یعنی وہ شیء جسے اللہ ملے، بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا. تھی کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. بلغ العلا بکمالہم کشف الدجا بجمالہم حسنت جميع خصالہم صلوا عليه. اللهم آمين.